هذه المشاهد ليست من الريف الفرنسي، إنها باريس. 140 ألف متر مربع، أي ما يعادل 20 ملعباً لكرة القدم، تحولت هنا إلى ما يشبه المزرعة المؤقتة في قلب العاصمة الفرنسية. إلى هنا نقل أكثر من 4000 نوع من الحيوانات ونحو 500 طن من التبن، إضافة إلى آلات زراعية ضخمة. فهنا يحاول أكثر من 2000 مزارع فرنسي التعريف بمهنتهم التي تعاني من نقص الأيدي العاملة. جئت مع عائلتي للتعريف بالمهنة التي نقوم بها، حيث نربي الخراف والأبقار في منطقة البورغون. عمري 23 عاما، والمميز في هذه المهنة أنك سيد نفسك، أنت المدير وقريب من الطبيعة، ومن أجمل اللحظات التي عشتها هي المساهمة في ولادة كائن حي، بالرغم من أنها تتطلب أحيانا البقاء مستيقظا طوال الليل. لجذب الجمهور الباريسي وتقريبه من عالم المزارعين، نظمت هنا مسابقات للتعريف بعالم الحيوانات المستخدمة في المزارع وبسلالاتها الفرنسية. فللأبقار مثلاً مسابقة لاختيار ملكة الجمال والقوة، ربحتها هذا العام البقرة أوفالي باعتبارها أجمل وأجود الأبقار المشاركة في المسابقة، وضعت صورتها على منشورات المعرض. من خصائصها أن لديها قرونا مقوسة كالقيثارة، لديها وبر طويل، وكانت قبل قرون سوداء اللون، لكنها أصبحت تميل إلى اللون الأرجواني مع الزمن. هذه السلالة من الأبقار تقدم أجود أنواع اللحوم، واسمها أوفالي تيمنا بكرة الرجبي، فشكلها بيضوي أي أوفال باللغة الفرنسية. يشارك الكبار والصغار في هذا النشاط الزراعي عبر تذوق المنتجات الزراعية ومشاهدة عروض الفيديو التوضيحية والمشاركة في ورشات لمعرفة أفضل طرق صنع هذه المنتجات وطبخها. هدفنا التعريف بمهنتنا، لذا نذهب إلى المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية للحديث عن نشاطاتنا اليومية عبر أحجيات ورسومات، ويطرح الأطفال الكثير من الأسئلة علينا، مثلاً عن كيفية تحمل بعض الروائح الكريهة الصادرة عن الحيوانات، وهذا يسمح بتجاوز الأفكار النمطية عن المزارعين وظروف عملهم. يخصص المعرض زوايا ألعاب ترفيهية للأطفال تتيح لهم تعلم معلومات عن العالم الزراعي عن طريق التسلية، كاستخدام نظارات ثلاثية الأبعاد أو محاكاة قيادة الجرار الزراعي. هي مهنة صعبة، قلة قادرون على تحمل أعبائها. لا أتدخل في خيارات أبناء المهنية، المهم أن يكونوا سعداء فيما يختارونه، لكنني لن أدفع أولادي باتجاه مهنة الزراعة. جذب المعرض الزراعي في باريس نحو 700 ألف زائر في أسبوع، وهو رقم قياسي بالنسبة للمعرض الذي ينظم سنوياً والذي عاد للمرة الأولى بعد توقف خلال أزمة كورونا. المزارعين ومربي المواشي تجذب الجيل الجديد في فرنسا، هذا في وقت يتراجع فيه عدد العاملين في القطاع نظرا لارتفاع نسبة المتقاعدين. تشير الإحصاءات إلى أن نصف المزارعين سيذهبون للتقاعد بحلول العام 2030، وهو ما يترك القطاع في أزمة.
في المقابل هناك نسبة بطالة عالية في المدن عموماً وفي الضواحي الشعبية بشكل خاص، ومن هنا نشأت فكرة جمعية تدعى Open AgriFood لتكون جسراً بين هذين العالمين. كثير من المزارعين سيتقاعدون وهم يبحثون عمن يشتري أراضيهم. في المقابل تعاني ضواحي المدن الكبرى في فرنسا من بطالة عالية، رغم أنها تضم العديد من الشباب الطموحين ولديهم الكثير من الأفكار الجديدة، وبإمكان هؤلاء أن يكونوا جسرا بين العالم الزراعي وسكان المدن. لكن مشاكل القطاع الزراعي في فرنسا لا تتوقف عند نقص الأيدي العاملة، فهو يعاني أيضاً من ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة ومن غلاء الآلات الحديثة التي تعتمد على الطاقة النظيفة، كما أنه يصطدم بالمعايير البيئية الصارمة في فرنسا كمنع استخدام بعض المبيدات الحشرية دون إعطاء المزارعين بدائل، وهو ما يجعل محصولهم معرضاً للتلف. ارتفعت أسعار الطاقة والمستلزمات الزراعية كالتبن والحبوب والأسمدة دون أن نتمكن من رفع سعر المنتج. إضافة إلى الجفاف نعاني من التنافس غير المتكافئ مع المنتجين من دول أخرى، فمعايير الإنتاج لديهم تسمح لهم بوضع إشارة الزراعة العضوية على منتج ما مثلا، وهي أقل صرامة عن تلك المفروضة في فرنسا. صعوبة توريث المزارعين مهنتهم إلى أبنائهم الذين يفضلون العمل في المدن، فقد أحدثت أزمة كورونا بعض التغيير في المعطيات، إذ لم يتحمل كثيرون إجراءات العزل القاسية والبقاء في شقق المدينة الضيقة، فقرروا الذهاب إلى الريف والعمل في المجال الزراعي، فأنشئت مراكز تأهيل مهني قد تتمكن من جذب الأيدي العاملة إلى الريف. لدينا في مدرسة التأهيل المهني الزراعي طلاب من خلفيات مختلفة، منهم أبناء مزارعين يسألون عن كيفية الاستقلال عن أهلهم والتخصص في مجال زراعي جديد. أيضا هناك من كانوا يعملون في المكاتب وقرروا تغيير مهنتهم، وقرروا كذلك أن يكونوا سادة أنفسهم. كما تمددت المدن في فرنسا قضمت معها أجزاء من الأراضي الزراعية وحرمت الريف من الأيدي العاملة، لكن المدينة بمصانعها ومؤسساتها الخدمية وحتى بعوالمها الافتراضية التي تخلقها الإنترنت والتطور التقني هي في حاجة لسلة غذائية حقيقية ترفدها بطاقة الحياة، لتقف ثنائية الأرض والفلاح في مواجهة إغراء المدينة وأضوائها. عز غريب سكاي نيوز عربية، باريس.